الصاخبة التي تملأ ليل القاهرة الجميل، وبين القلوب الفرحة التي تهنأ للسعادة ورغد العيش، وفي هذا الخضم الواسع الزاخر بالآمال والأحلام، وعلى مسمع من أنغام الحياة السعيدة التي تنبعث من قلوب الشباب الهانئ المسترسل في دنيا له، كان هناك قلب تعس يتمزق يحمله بين جنبيه إنسان قست عليه ظروف الحياة وخانه حظه الغاشم وتنكر له المجتمع الغادر وحفيت قدماه سعيا وراء لقمة العيش. وما أصعب السعي وراء لقمة العيش حين تتعذر. سليمة والحمد لله. الظاهر سرقوا المحفظة. محفظة؟ لا ابدا. المحفظة ايه؟ اتفضل. اشكرك يا ابني. ربنا بعتك في الوقت المناسب علشان تنقذ حياتي. انا مش عارف اشكرك ازاي. انت بينك وبين الناس دول حاجة؟ ابدا يا ابني، ولا عمر شفتهم. الحكاية ناس اتصلوا بيا وقالوا لي ان عامل من اللي بيشتغلوا في المصانع عندي ساكن هنا عيان وحالته خطرة. حبيت ازوره واقوم بالواجب، لا لقيت عيان ولا حاجة. الظاهر ان ده كمين مدبر علشاني. حضرتك باين على نياتك قوي، وفاكر اللي بيعمل طيب في الدنيا دي بيلاقي طيب. ابدا، وادي اخرتها. لا يا ابني، مش كل الناس اشرار. الدنيا لسه بخير، بس الظاهر انك اسيت منها قوي، وعلشان كده بتحكم على الناس الحكم القاسي ده. انا بقالي 3 ايام ما دوتش اللومه. 3 ايام مش لاقي حاجه كلها، مش لاقي حته انا فيها، مش لاقي حد في قلبه رحمه بيحس باللي انا فيه. يبقى فين هو الخير اللي في الدنيا ده؟ سلام عليكم. استنى يا ابني، تسمح تتمم جميلك وتيجي معايا توصلني لحد البيت. عربيتي مستنيه في اخر الشارع على الناصيه. تعال يا ابني تعال. زيادة ولا مظبوط؟ حاضر يا فندم.
يعمل اللي عملته ده عشان يجبتني ببيتك واكرمتني بالشكل ده. انت عارف انا مين؟ ما انتش خايف مني؟ مش يمكن اكون حرامي ولا قتل قتله؟ لا يا ابني، بعد اللي عملته معايا الليله مش ممكن اصدق انك كده. كلامك ده كلام انسان يائس، وما يصحش ابدا إن الواحد ييأس من رحمة ربنا. وهي فين رحمة ربنا دي؟ أستغفر الله العلي العظيم. الظاهر يا ابني إنك انصدمت صدمة كبيرة قوي ومحتاج للي يخفف عنك. حسين، اعتبرني زي أبوك. قل لي على كل حاجة مضايقاك، يمكن ربنا يقدرني وأساعدك. اتكلم، ما تخبيش عني حاجة أبدا. كتر خيرك، انا فعلا كنت محتاج لقلب طيب زي قلبك يعطف عليا ويحس بيا عشان اقدر اتكلم. الانسان المحطم اللي انت شايفه قدامك ده كان في يوم من الايام مهندس ناجح ورب اسره سعيده. كانت مراتي جميله، مثال الزوجه الوفيه المخلصه، لكن مبالغتها في الشك والغيره كانت بتعكر علينا صف وسعادتنا. وفي يوم مشؤوم من حوالي 7 سنين فاكره كأنه زي النهاردة، بدأت المأساة اللي حطمت حياتي. كنا راجعين من اسكندرية في الطريق الصحراء بعد ما قضينا فيها يومين من أسعد أيام حياتنا. كانت قلوبنا مليانة بالحب والإخلاص والأمل، وكنت فاكر إن السعادة دي حتمية لأن حبنا كان أقوى من كل شيء. لازم يفتش يومين، ما يصحش. ما يصحش ليه؟ عطشان وماشي في الصحراء والدنيا حر وشايف المية قدامي وما اشربش. وفين هي المية؟ أنت يا حياتي. خبر تحت المستعد يشوفها. ما تخافيش، هو مش واخد باله. ما تخافيش يا ست هانم، أنا مش واخد بالي. شوفي، مش قلت لك إن المستعد مش واخد باله؟ إديني بوسة بقى كمان. كفاية بقى يا ياسين. لازم آخد بوسة. يا خبر، استنى ياسين يحصل فيه أوتوموبيل وقف في السكة وبعدين أصحابه يشوفوه. استنى استعدوا، شوف الجماعه دول عاوزين ايه. حاضر، بس العربيه فيها واحده ست بعدين هانم في الدنيا. مالكش دعوه انت يا حشري، ارجع لست هانم اشوفهم عايزين ايه. انزل. حاضر. الله، انت رايح فين؟ انزل بس، يمكن يكون عاوزين حاجه. مين سمعلك؟ ما تسوق نزل. طب بس ما تزعليش، حقك عليا، اديني قعدت اهو. ها، سلام عليك. اول ما لقيتها واحده ست عايز تنزل على طول. والله مش قصدي عشان ست ولا حاجه، وانا يعني بيني وبينها ايه؟ ما اعرفش، اصل انا بحبك قوي يا حسين وبغير عليك من الهوى. حبيبتي. الست عاوزه حضرتك شخصيا. شخصيا؟ يعني ايه شخصيا؟ يعني شخصيا. روح شوف عايزة او تيجي لحد هنا، هو مش هيدي الستات. ما يصحش يا سعاد، دي واحدة ست، الواحد لازم يعملها بذوق. ما انتش هتنزل، اطلع استعد. وبعدين بقى يا سعاد، هنعمل زي العيال الصغيرين قدام الناس؟ عارف لو نزلت مش هيحصل. طيب يا حبيبتي، دول الناس بيستنجدوا بينا. انا هنزل اشوفهم عايزين ايه وجايلك حالا، بس ارجوك ما تضايقيش. ها؟ جايلك حالا. اي خدمه يا هاني؟ لا مؤاخذه، ما انا هعطلكوا شويه، اصل العجله بتاعتنا ضربت وما عندناش ستيب. ممكن تتكرموا اذا كان عندكم عجله زياده تدوهالنا. ايوه، بس يمكن يكون مقاس الستيب بتاعكم غير مقاس العجله عندنا. لا يا فندم، نفس المقاس 16 600. ايوه، بس احنا ما عندناش غير ستيب واحد. طب ممكن لو ما فيهاش مضايقه تاخدوني معاكم توصلوني؟ ها؟ ممكن، بس اظن نزل حضرتك للسد بتاعنا، لان العجل بتاعنا جديد نوبي ومش معقول يضرب. ثم ان المسافه من هنا لمصر قريبه قوي، 40 كيلو. يا تعبدوا. اه نعم. قاتل السجن في عربيه ودي النص عشان يركبوا عنده. حاضر يا فندم. ميرسي قوي. تو ما نوصل مصر هبعت لحضرتك للسجن على العنوان. تسمح بكارت؟ اتفضل يا فندم. لا مؤاخذه، اذا كنت عطلتكم وضايقت المدام، مش الست بتاعتك برضه؟ ايوه يا فندم. واجب ان انا اشكرها بنفسي. يا
يا مدام انا عجزة عن الشكر، انتوا في الحقيقة جونتي زيادة عن اللزوم. ميرسي. اتفضلوا ما عطلكمش. افوار. افوار يا ليه؟ هو حصل حاجة؟ لا ابدا ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة خالص. عشان واحدة ست انبلقت، نسيت نفسك ونسيتنا ونسيت الدنيا كلها وديتها للسن بتاع العربية. ما كنت تديها العربية احسن، ما تكرمتش ليه وشغلت عندها سواق. تديها للسن اللي ما عندناش غيره وتمشينا احنا من غير السن. الله، وقفت ليه يا استاذ عبده؟ عشان نتكلم في حكايه الاستبن. هو الحد دي بقى وانا مش طايق اسكت. وايه يعني حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ فرطنا في الاستبن. طب وايه يعني يا اخي؟ وايه يعني حد يفرط في الاستبن؟ الاستبن ده علي المثل، بيقولوا الواحد يفرط في ابنه ولا يفرطش في استبنه. كده؟ يعني احنا هنقف نضرب غلبه؟ سوق يلا اعمل معروف يلا. حاضر هسوق. ايه بس اللي مزعلك يا سعاد؟ حاجة بسيطة زي دي تخليك تزعلي بالشكل ده؟ أنا مش ممكن أعيش معاك بعد كده، لازم تطلعني النهاردة، أول ما نوصل لازم تطلعني. سعاد، إحنا قضينا في اسكندرية أيام حلوة فكرتني بشهر العسل. أظن ما صحش إن إحنا نختمها بغنى. الله يخرب بيت اللي كان السبب. اسكت. سكت. سعاد، أنت لازم تثقي جوزك، لازم تعرفي إن أنا بحبك، وضفرك عندي ألف واحدة ست. بس تحلف لي أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. قلت لك اسكت. سكت. سعاد، احنا اتخلقنا لبعض ومفيش في الدنيا اي واحده تقدر تفرق بيننا. قال يا داخل بين البصله وقشرتها. ما قلت لك اسكت. سكت. ايه هذا الكلام؟ اخر حاجه بنعمل نجيب السبني من الباب. الحمد لله اللي احنا وصلنا قبل ما تنام. افرض انها كانت نامت قبل ما نوصل كان يبقى ازاي الحال؟ ونفرض ليه يا بني ادم مش وصلنا وربنا ستر؟ افرض ما كانش ربنا ستر كنا عملنا ايه؟ يا اخي يا اخي انت عارف انها بتغير من اقل حاجه، تقوم بدل ما تهديها تشعللها. بالحقيقه انا كان قصدي اني اهدي لكن ما قدرتش، فرحت مغفل. تحب اطلع معاها عارف بقى اصالحكم؟ لا 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 كفايه لحد كده، كفايه قوي. انا مش هقدر اقعد معاكم كتير لان عندي ميعاد مهم لازم اروح. سلام عليكم. اهلا اهلا. الحمد لله. ازيك؟ اهلا اهلا. الف حمد لله على سلامتك يا ابني. والنبي البيت كان مضلم من غيركم. البيت منور بوجودك انت وعمي يا تيتا. ايه وحشتونا قوي. اه وزي اسكندريه كده. في الحقيقه كانت فسحه جميله قوي وكنا بنفكر فيكوا دايما. بابا اهلا اهلا حبوبه بابا. اهلا. انت وحشاني وحشاني قوي يا ناديه. ازيك يا ناديه؟ الله يسلمك يا بابا. ازيك انت يا ماما؟ الله يسلمك وحشاني قوي يا ندى. وانت كمان وحشتيني. اما يا بابا جدي جاب لي حته دين لعبه. ها؟ انما زي الصبح كده. تعالى طلعها فوق عشان تشوفها. طيب بس قولي لي انا هطلع السلالم ازاي لوحدي؟ انت لازم تشيليني. ده انت اتفطست. طب اشيلك انا بقى يلا. مالك يا حبيبتي؟ باين عليك اني متغيره. مش وش اللي جايه مع جوزها من فسحه ومبسوطه؟ قولي لي حصل حاجه. انا خلاص يا ماما ما بقاش عندي صبر اكتر من كده. اظن برضو حكايه غيره وبصت لي دي وكلمت. ايوه دي. يا ماما لكن انا المره دي على حق. انا ما اقدرش اعيش معاه. لو كنت بتحبيني صحيح طلقيني منه وخلصيني من العذاب اللي انا فيه ده. عذاب ايه يا بنتي؟ ده جوزك ما فيش احسن منه ولا اطيب منه ولا اخلص منه. اهو ده اللي بيغيظني يا ماما. دايما انت تيجي في صف وتنصري علي. انت طول عمرك يا سعاد بتتهميه وتطلعي في الاخر غلطانه يا بنتي وترجعي تندمي. بعد اللي حصل منه يا ماما النهارده مش ممكن اعيش معاه ابدا ابدا ابدا. لا يا شيخ بالذمه ايه؟ بقى بتقوليها من قلبك؟
مش هو ده حسين اللي بتحبيه؟ حسين اللي قد الدنيا؟ حسين اللي مش عارف ايه؟ هو ده كان لينا ولا كان مركزنا؟ يا ما نصحتك وقلت لك يا بنتي ما ينفعكيش. قولي لا يا بابا انا بحبه، اتفضلي بقى احبيه. يا سلام عليك يا ابراهيم، بقى بدل ما تهديها بكلمه ولا حاجه تم تزود الحريقه. انا بقول الحق، يا ما تقدم لها احسان اسياد اسياده ورفضتهم. وعشان كلام اهلي خليه يسيها المر بالمعلقه، انا مش هتحشر، مش هتكلم خالص. سلام عليكم. ما تسمعيش كلام ابوك يا سعاد، انت عارفه انه طول عمره من قبل ما يشوف منه لا خير ولا شر يكرهه لله في لله. الو من فضلك الاستاذ حسين موجود؟ ادي يا ست اللي بتدافعي لي، واحده ست بتكلمه. مين يا فندم؟ انا الست بتاعته. اتفضل يا سيدي كلم صاحبتك. حضرتك مش طايقه على بعض. صاحبتي؟ صاحبتي مين؟ صاحبتك بتاعت الاوتوموبيل. طب بس وطي صوتك احسن تسمعك بعدين. يا سلام، خايف على احساسها قوي. عايزه منك ايه دي يا ستي؟ هدي نفسي دلوقتي هنعرف. الو مين يا فندم؟ سهير هانم. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. اتكلمهاش برقه كده. حاضر يا ستي حاضر، هدي نفسك. شاهد يا تيزه. ايوه. لا مؤاخذه يا سهير هانم، لا ابدا ابدا. اي خدمه يا فندم. انا متشكره قوي على الجست اللطيف اللي عملته معايا. انا بعت لحضرتك الاستبن مع السواق وزمان هيوصل لكم حالا. ميرسي يا فندم. اورفوار. الله مالك يا سعاد؟ ايه بس انت متضايقه ليه؟ ارجوك ما تكبريش المسائل بالشكل ده. والله يا تيزا انا ما شفتهاش غير النهارده، كل الحكايه انها بيكلمني بالتليفون وبتشكرني وتقول انها بعتت الاستبن مع السواق. ودي فيها ايه بس يا حبيبتي؟ ما تصدقهوش يا ماما. امال عايزاه يقول لك ايه؟ مؤكد يعرفوا بعض قبل كده. احلف لك بايه، انا دي اول مره اشوفها. جد بقى حد يصدق الكلام ده؟ واحدة تعطلنا في السكة علشان وتديها للسجن اللي ما عندناش غير، وأول ما توصل هنا تقعد تغدلها في التليفون ربع ساعة، وكل ده مفيش بينكم وبين أي حاجة؟ وحياتك وحياة العينين الحلوين دول، مفيش بيني وبينها أكتر من اللي شفتيه. برضه كده. هو ده معقول؟ معقول إن أبص لأي واحدة تانية وقدام الجمال ده كله؟ برضه كده. لا ده أنا ماليش قعد معاكم بعد كده. أثبت لك بإيه؟ إني واقع لشوشتي وداي في دباديب رجليكي. أحلف لك بإيه عشان تصدقي؟ أعدي لك المنش ولا تبلش؟ أطلع لك الإنجليز من لندن؟ امشيلك على ايديا. ايوه يا شيخه كده اضحكي، تعرفي لما بتضحكي الدنيا كلها بتضحك. وانا برضه زعلانه منك. ليه بقى؟ تحرم تبص لاي واحده ست؟ احرم. تحرم تكلم اي واحده ست؟ احرم. تحرم تفكر في اي واحده ست؟ احرم احرم احرم. احرم احرم تحرم تضحك يمين او شمال. احرم احرم ولا في الحقيقه ولا في الخيال. احرم احرم تحرم وتحلف سبتني اكيد. احرم واحلف وانا بين ايديكي. تحلف في حبك واغلى اكيد. وتفتنت عينيكي لولا حبك وصوتي عليك. ما كنتش اسأل ولا غير عليك ولا غير عليك. غير الزهور لما تصف جمال ده واكون قاعدة جنبك. غير الطيور لما تسمع نغم ده بروحك وقلبك. كل فكرة حلوة بتخطر في بالي أشوف فيها صورتك ورسمك بالي. أصدق كلامك وأكذب عليا. اسألي قلبك بيضحك عليا. اسألي عقلك مردش عليا. تحرم تبص يمين او شمال. احرم احرم ولا في الحقيقه ولا في الخيال. احرم احرم تحرم وتحلف ستين اكيد.
حرم واحلف وانا بيجي ديجي احلف في حبك وبدلها لي في حبك وحبي وابنتني تعينيكي قالوا ده حبك وفوق عليك ما كنتش اسأل ولا غير عليك ولا غير عليك بس يا سيدي مبروك. انا قلت لك اعتمد على الله وعلي. خير يا عزت، راجل غني ومن احسن الناس، شرحت له المشروع ووافق عليه تمام ومستعد يمضي معانا في ظرف 24 ساعه. ده يا شيخ ربنا يبشرك بالخير. وعلشان اعرفكم ببعض قلت له يجي يسهر معانا الليله في الحفله اللي عاملها في البيت. ايوه بس انا اتفقت مع مراتي على اننا هنروح سينما وقطعت التذاكر خلاص. سينما ايه وبتاع ايه يا اخي، احنا عايزين نخلص شغلنا. على كل حال مراتك لما هتعرف انه شغل مهم مش هتقول حاجه. اسمع يا حسين، انت ما تنساش تجيب النهارده معاك المقايسه والرسومات كلها، وانا داخل دلوقتي اجهز العقد. امرك يا سيدي. الو حسين. ايوه يا حلوه، اسمعي انا عندي خبر ليك هيفرحك قوي. مشروع المصنع اللي بحضر فيه من زمان هيتم خلاص. صحيح والنبي، الف مبروك. ازاي؟ احكي لي. ها بس يا مورتي بقى، مفيش حلاوه من غير نار. الراجل الممول هقابله الليله، يعني معناها تذاكر السينما هتتلغي. مش مهم يا حبيبي، شغلك عندي اهم من السينما. بس يا حبيبتي اوعي تكوني ضايقتي. يا خبر، اتضايق ازاي؟ دي حاجه كنا بننتظرها وبنحلم بيها من زمان. قول لي يا حبيبي هتقابله الساعه كام؟ الساعه 9 ان شاء الله. والفاري حلوه. فين؟ انت مش بتقول رايح تقابل الراجل؟ ما انا فعلا هروح اقابل الراجل في حفله عاملها عزت في بيته. حفله؟ لكن انت قلت لي انك رايح عشان شغل. ما هو برضه للشغل يا حبيبتي. شغل؟ شغل ايه اللي يقابل في الحفلات؟ الحفلات دي اتعملت عشان رقص، عشان غنى، عشان ضحك، عشان كلام فارغ، مش عشان شغل. اياك فاكرني عبيطه وهصدقك وهقول لك روح، لكن ما انتش خارج وما انتش منقول من هنا. ارجوك يا سعاد لازم تصدقيني، انت عارفه ان طول عمري لا انا غاوي حفلات ولا سهرات ولا كلام فارغ زي ده. ده انا بحب السينما مخصوص عشان فاكره ان عندك شغل. صحيح تقوم حضرتك تروح حفله عشان خاطر مزاجك؟ والله انا ماليه مزاج في حاجه، لولا مقابلتي للراجل دي مهمه انا ما كنتش رحت، ومع ذلك مش هغيب اكتر من نص ساعه. ولا دقيقه، ما انتش خارج. وبعدين بقى؟ على العموم انا جيت النهارده لسه عبده اجازه. مش مهم، اسوق العربيه بنفسي. مفاتيح العربيه معاك. يا ست اخد تاكسي ولا تاكسي تخلصوا من البلد. ولا تاكسي كمان. اسمعي يا سعاد، انا بتشائم لما بيكون عندي شغلانه واتخانق قبلها. ماليش دعوه، تتشائم ما تتشائم، ما انتش خايف. يا حبيبتي لازم تصدقي جوزك وتثقي فيه، قلت لك رايح لشغل يعني شغل ولاد مخرج. مساء الخير. ليه يا بنت؟ ليه يا حبيبتي؟ انتوا هتنضربوا كده اهو، اقل حاجه تنقموا عليكم عيشتكم. يا ماما انا متاكده اني بكذب عليا وان عنده ميعاد مع واحده ست ورايح يقابلها دلوقتي، لكن انا هتاكد بنفسي واعرف اشوف روحها جاهزه ولا لا. خلي الطعم ده بدل العربية بسرعة. حضرتك انا طالعة غير هدوم. اهلا وسهلا، جبت المقايسه والرسومات كل حاجه جاهزه. بونسوار يا استاذ حسين. بونسوار يا فندم. الفرصه سعيده قوي. الله، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ايوه سابق قبل كده اتشرفت اني عرفت وعمل فيا جميل مش هنسهله ابدا. العفو يا بدمنزيل. هما فين الممول بتاعك بقى عشان اخلص شغلنا؟ طب طول بالك يا اخي لما تشرب لك كاسيه. لا يا عم افتح الله، انا عاوز اخلص شغلي واروح على البيت على طول. يا سلام، قد كده الشغل حلو حتى في ليله زي دي. ما تستغربيش يا مدموزيل سهير، ده طول عمره كده مش بتاع مجالات. يلا بينا يا سيدي نقابل الراجل في المكتب. مع اذنك يا مدموزيل. مين الراجل اللي كنت واقف تتكلم معاه؟ طيب يعني خلصت؟ طب ثاني اعمى من الشايف.
واقف عليك قدامه عمال اتقصعي وعمال اصلح البيجين بتاعه وشويه شويه حاطط ايدي عنيكي. انا اللي انتشلتك من الوحش، انا اللي خدتك من الكباريهات علشان انا الوحش. يكون في عينك مره ثانيه مفيش عندي الذبحه، حضرتك بالرصاص حطك حتت، انت فاهمه؟ لازم تعرفي كويس اني مدحت شكري مش من السهل اللي ضحك عليه. مالك يا سهيل؟ في ايه؟ انا مش ممكن اقعد معاه بعد كده، هو فاكر نفسه شراني، ده لو كان جوزي حتى ما سمحلوش اني اعمل المعامله دي، دي بقت عيشه ذل، كل ساعه ضرب وخناق. مش قلت لك يا ست هاني ابتدع الفيلسوف اللي قال يا انا في الحبس ما ظليم؟ طب يلا استعد. اوه يا ترى الاقي فيها مضايقه لو حضرتك استنيتني نص دقيقه كمان عبالي اجيب حاجه من فوق وانزل حالا، اصلي رايحه بيت والدتي هنا قريب ومش مسؤوله ان انا هلاقي تاكسي دلوقتي. طيب ارجوك بس ما تاخريش. عندك مانع اوصل حضرتك لغايه فوق؟ ايه في ايه يا استاذ حسين اتفضل. بيتي يا كلب، انا دلوقتي حالا لازم اخلص عليك وعليها واريح الدنيا منكم انتوا الاثنين. خليك عندك، ارمي من المسدس. بقولك خليك عندك، انا لازم اقتلك. انت مجنون، ما انتش عارف الحقيقه. انا لازم اقتلك. مش عارف ازاي ده حصل، مش عارف ازاي المسدس انطلق بيني من غير ما احس. طب يلا بينا يا استاذ حسين، ليكون حد سمع صوت الرصاص ويجي هنا يلاقينا يودينا في دهن. يلا يا استاذ حسين، يلا يا استاذ. لازم يا استاذ حسين ايدك جت عزيمات من غير ما تحس. ابدا انا ايدي ما جاتش عزيمات. على كل حال احنا هنتناقش في الموضوع ده ليه؟ احنا لا حد شافنا واحنا طالعين ولا واحنا نازلين. ايوه بس انا خايف من سواق التاكسي ده. اسمع ما تخلوش يعرف انت رايح فين، بعد ما توصلني خليني انزلك في اي حته وكمل انت التاكسي تاني. استنى عندك يا استاذ. انا متشكره جدا واسفه قوي على اللي حصل. بون سوري يا استاذ. على فين يا ابني؟
اطلع بيا على الجزيرة يا وسطى. حاضر. ولعني. اتفضل. متشكر. شغل كنت بمضي العادي مع الراجل. عادي ايه؟ انت ماشي من بيت صاحبك قبل 9:30، يعني بقالك اكتر من 3 ساعة وجاي تقول لي كنت بمضي العقد. يعني ايه؟ يعني بكذب؟ معرفش، انت ادرك كنت فين؟ واحسن لك تقول لي الحقيقة. ده هو تحقيق مش حقول. كنت بفتح ما كنت راح حر. اتفضلت بيه دلوقتي بقى. متأسف.
ايه رايك يا فاطمه؟ ايوه يا فندم اتفضل. جديدة؟ ايوه يا فندم، وافتكر اننا قربنا نوصل للحقيقه. ازاي وصلتوا لحاجه؟ اثبتت تحرياتنا يا فندم ان القتيل مدحت شكري كانت عايشه معاه في بيته واحده رقاصه اسمها سهير، واختفت ليله الجريمه كده. والنهارده عرفنا انها هتشتغل من الليله في كباريه النجوم، واعتقد انها ضروري لها علاقه بالحادث. على كل حال دي هتفيدنا جدا في التحقيق، وتقدر حالا دلوقتي تستصدر امر من النيابه للقبض عليه. حاضر. شاريني ومش ناسي، كنا بمنساه كنا بمنساه، وعشانك ابيع اهلي وناسي ولا بعش هواك ولا بعش هواك. طول ما انت شاريني طول ما انت شاريني ومش ناسي كنا بمنساه كنا بمنساه. طول ما انت شاريني طول ما انت شاريني ومش ناسي والنبي ما انساك والنبي ما انساك. الحب هيفضل غالي لو صلت عمودك ليا، لا جمال حيغير حالي ولا مال راح يسبى عني. دي كده مش حير ده انا مش هطير، خدمة يا فندم. انا مدير المسرح. انتوا عندكم واحدة رقاصة بتشتغل هنا اسمها سهير؟ سهير؟ ده انا عندي هنا اربعة اسمهم سهير، سهير كراسي، سهير بسبس، سهير فانتازية. بس بلاش غلبة، سهير اللي ابتدت الليلة. اللي اشتغلت من الليلة؟ ايوه. دي على المسرح هتخلص بعد دقيقة واحدة. ادخل يا عبد الصمد اقبض عليها واحنا نستناك هنا. حاضر يا فندم. عندي امر من النيابه بالقبض عليك. انا الادله كلها ضدك، واذا كنت مصممه على عدم الكلام هتثبت التهمه عليكي وتعرضي نفسك للمشنقه. مشنقه؟ لا انا ما قتلتوش، هو اللي قتله، هو حسين فهمي المهندس هو اللي قتله، انا ما قتلتوش. لا لا ابدا انا ما قتلتوش، ثم انا ما اعرفهاش ومفيش بيني وبينها اي علاقه، وعمري ما دخلت الشقه اللي بتكلموا عنها دي ابدا. الجريمه وقعت بين الساعه 9:12 مساء يوم الخميس 27 الشهر اللي فات. تقدر تقولي كنت فين في الوقت ده؟ كنت في بيتي مع مراتي. تقدر تثبت الكلام ده؟ ايوه اسالوها. اتفضلي. حضرتها الست سهير الرقاصه اثبتت الادله انها على علاقه بجوزك، وانهم كانوا مع بعض في حفله في بيت المهندس عزت عبد الحميد، وانهم سابوا الحفله في وقت واحد واختفوا، وبعد كده ضبطهم عشيقها التالي مع بعض في بيته، وحصلت بين العشيقين معركه.
ما تصدقيش يا سعاد، انا مش عاشقها وما فيش بيني وبينها اي صله. يا خاين يا كذاب، انا كنت حاسه انك بتخدعني. اقسم لك يا سعاد اني بريء. بريء منين؟ انا عارفه انك بتغشني وانك على صله بيها، ورحت الحفله دي مخصوص علشان تقابلها. مش صحيح. لا صحيح. روقي دمك بس يا هانم وافتكري كويس، يمكن حضرتك غلطانه. انت سبت الحفله الساعه 9، انا رحت سالت عليك بنفسي لقيتك نزلت، ومع ذلك ما رجعتش بيتك الا بعد نص الليل، وجاي مبهدل ومضطرب. تقدر تقول لي كنت فين في الوقت ده؟ هو بيقول انه رجع من الحفله عليكي على طول. لا ابدا انا مش غلطانه، هو ما رجعليش الا بعد نص الليل. انت متاكده من اللي بتقوليه؟ متاكده. كتبت متاكده؟ ايوه يا فندم. يا هانم انا اسف ابلغك ان جوزك متهم بقتل مدحت شكري في الليله دي ما بين الساعه 9 و 10. مش ممكن قتله، ده مستحيل، مش ممكن يكون قتله، ده فعلا كان معايا انا في الوقت ده. كان معاك ازاي؟ انت شهدت بانه رجع لك بعد نص الليل. انا شهدت بكده، انا كنت ناسية، انا قضي على ليلة تانية خالص. حضرتك حددتي وقائع ثابتة وتأيدت، فازاي عايزة ترجعي تنكريها؟ احلف لكم انه ما قتلش، جوزي بريء، مش قاتل، مش قاتل. يا رب بابا اتأخر قوي يا ماما، الساعة بقت 12 ونص ولسه ما رجعش. ربنا يطمنا ويجيب العوائل سليمة. طب مش كان حتى يتكلم في التليفون على الأقل ويطمنا؟ لغاية حجته معايا يا سعاد، يمكن يا بنتي الحكم لسه ما صدرش. معقول يا ماما لحد دلوقتي لسه ما صدرش؟ جايز يا بنتي، المحاكم بتقعد الساعة 2 وزيادة. أنا قلبي مقبوض قوي يا ماما، متهيألي إنهم حكموا عليه. ربنا ما يجيبش شر يا سعاد يا بنتي. كان لازم أروح أنا بنفسي أسمع الحكم، مش فاهمة بابا منعني ليه. قصده مصلحتك يا بنتي، أنت أعصابك ضعيفة ما تستحملش الحالات اللي زي دي. ده أنا مراته وأول إنسانة كان لازم تكون جنبه في الوقت ده. أنت ما قصرتيش برضه، أديكي حضرتي كل الجلسات، مش ضروري جلسة الحكم. ربنا يسمعنا خير يا رب. لازم بابا. هيا بابا حاجة من البراءة. الله ما بتردش ليه يا بابا؟ طمني اتكلم ارجوك، حكموا علي بايه يا بابا؟ قول لي ارجوك. سعاد انت طول عمرك شجاعة، والنهاردة عاوزك تكوني اشجع. ليه؟ حكموا علي 8 سنين اشغال شقة. ده امر ربنا اللي كانت عليه. انت معذوره يا سعاد، اي واحده في محلك تعرف ان جوزها بيخونها وله علاقه بواحده تانية كان لازم تعمل كده واكتر من كده. ما في اثيش يا بنتي، لسه الامل في ربنا كبير وقدامنا النقض، يمكن يطلع براء. انا مسامحه لكن مش مسامحه نفسي، يا ريت كان لساني انقطع ولا وقعتوش الوقعه. ده نصيب وكل واحد بياخد نصيب. انت مش قلت لي يا جدي ان هو جه النهارده من الصبح ورحت تقابله على المحطه؟ ايوه حبيبتي، بس هو بعد الاعراف انا هيتاخر شويه. يا بابا يا نيلة، بابا وحشني قوي، بتيجي يا ماما نسافر عشان نشوف. الله انت بتعيطي يا ماما عشان بابا وحشك انت كمان. ايوه يا حبيبتي بابا وحشني قوي ولسه هيوحشني قوي. دخلت السجن واتحرمت من حياة النور والحرية، اتحرمت من أعز الناس عندي، اتحرمت من مراتي وبنتي الوحيدة، ابتديت أعيش العيشة المرة اللي اتحكم علي بيها، وابتدت رجلي تتعود على السلاسل وإيدي تتعلم إزاي تكسر الصخر.
عشيرتي القتلة والمؤمنين، وشيرت الأحجار التقيل على كتافي، وكنت طول النهار بتحرق بنار الشمس اللي ما ترحمش. ورغم العذاب ده كله كان النهار عندي أرحم من الليل، الليل الطويل المظلم اللي كنت بقضيه قلقان من غير نوم، أتقلب على الأسفلت وأسأل نفسي إيه إحساس مراتي من ناحيتي دلوقتي؟ لسه بتحبني ولا خلاص نسيت جوزها وما قاش في نظرها أكتر من مجرم، مجرم طريد العدالة والقانون؟ لكن اعتقادي إن حبها ليا أقوى من كل شيء كان بيخليني أرجع أديها العذر وأقول لازم اللي منحها عن زيارتي أسباب أقوى من رغبتها وخارجة عن إرادتها. سعيدة يا بابا. تعالي هنا. برضه لبستي وخارجة؟ يعني بتخافي يا عمري؟ يا بابا لازم أشوف، مش ممكن يبقى مرمي في السجن رمية الكلاب وما أروحش أشوفه في يوم الزيارة. حرام عليكم يا ناس، ده جوزي وأبو بنت. خلاص يا بنت. في واحدة ما عندكيش كرامة، واحدة مش عارفة مصلحتك فين. مجرم قاتل زي ده خانك واحتقرك ونفس على كرامتك وكرامتنا كلنا، واصبح وصمه عار على كل انسان يتصل بيه، وبعد كده عاوزه تصوريه بنتي انا تخش اللمان بين القتله والسفاكين عشان تزور واحد حقير زي ده وعاوزاني اوافق؟ لا يا ست هاني، وانا بصفتي ابوكي امنعك وما اسمحلكيش حتى تفكري في ارتكاب غلطه شنيعه سيدي. اسمعي يا عزيزه، انا ازرت بنتك وبنزلك انت كمان، انت مسؤوله قدامي. اذا فكرت النهارده انها تخرج عشان تعمل عمل زي ده تبقي انت طالعه. الله الله يسامحك. معلش يا بنتي طبعي ابوكي وبلاش المره دي، خلي اليوم ده يفوت على خير. يعني خلصك يا ماما الظلم ده؟ ده انا رايحه لجوزي مش رايحه لحد تاني. انا بحبه يا ماما وعبد انا احبه مهما حصل. ينصر دينك اهو ده اخلاص والا فلا. اما باباك ده اسماعيلي ده زود حبتين. هو ايه ده؟ هو حكم عروس؟ اختك لا يسمعك بتحط المكتب. هو ايه ده؟ هو حكم عروس؟ انا هروح يعمل اللي هو عايزه. ويمين الطلاق يا بنتي؟ يعني خلصك يا ماما يفوت يوم الزياره من غير ما اشوف حسين؟ ده كتير كتير قوي يا ماما. معلش يا بنتي بلاش المره دي عشان خاطري انا. حاضر امرك يا ماما. ربنا يبارك فيك يا بنتي. ما تزعليش يا ست هاني، احنا نقدم طلب لبتوع السجن ونطلب منهم زياره مخصوصه ونروح نزوره سوا، ولا من شاف ولا من دري. عندك حق يا استعدتو، لازم اروح له مهما حصل ومش هيهمني اي شيء. ادخل. المسجون 280 يا فندم. خليه يدخل. خش. يا حبيبتي يا بنتي
وحشاني وحشاني يا حبيبي وحشاني يا بنتي. كانت زيارة سعاد ليا هي النور اللي جدت في نفسي الأمل، وابتديت أعيش من جديد، وعرفت إن لسه مكاني محفوظ زي ما هو في قلبها. كانت بتزورني في كل شهر مرة وبتحكي لي عن كل شيء، عن بنتي وعن حبها وعن البيت، وبالطريقة دي هونت عليا مدة السجن، وفاتت تلات ارباع المدة وقرروا الافراج عني. في اخر زيارة لها كنا اسعد اتنين في الوجود. شوف يا حسين، شوف كبرت ازاي وبقت حلو، خدت الابتدائية السنة دي وطلعت الاولى. برافو برافو. والنبي يا سعاد تبوسالي من كل خد 10 بوسات. انت قلت لها انا راجع من السفر بعد جمعة؟ لسه ما قلتلهاش، انا من فرحة مش مصدقة، مش مصدقة ان ربنا هيجمع شملنا تاني، وانك قضيت تلات ارباع المدة وخارج بعد جمعة. صحيح وبحرجع بعد جمعة. صحيح، وحياد غلاوتك عندي، باباكي راجع بعد جمعة. تبح احيد وحياد دهب وفده رقبتي، اني باباكي من كل مدة هيرجع بعد جمعة. يا حبيبي يا بابا، ربنا خليك يا سعد، تعال يا ابويا. خدي اختي. جدي 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 جدي. ايه في ايه يا حبيبتي؟ انت عرفت ان بابا حرج عن السفر بعد جمعة؟ ايه مش معقول. ولا انت عارف يا جدي بابا حرج عن السفر بعد جمعة؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انت عبده. امال على فرح نونا كمان. نونا 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 عبده تعال هنا. افندي اعرف هنا. حضرتك انت منين عرفت ان حسين هيخرج بعد جمعه؟ ما عرفتش يا فندم. ما تكذبش، انت لسه قايل برسالك لناديه. انت بتتصل بيه؟ سعاد بنتي بتتصل بيه؟ ما تكذبش احسن اقطع مراتك. انت اتكلم. طيب بس ما تنخبنيش حضرتك. ايوه بتزوره كل شهر مره. عال عال قوي. تبقى عايش في خيري وتعرف حاجه سيدي وتدريها عني. انت مطلوب من هنا وهي كمان، وكل واحد دار عليها هينطلب من هنا. اديني مفتاح العربيه وخد حسابك وروح في 60 داهية. المفاتيح يا فندم، المفاتيح ايه يا فندم؟ خلي المفاتيح معاك المره دي. انا سامحتك، اتفضل دلوقتي غور من وشك. ربنا يخليك. انا برضه بقول ان قلبك طيب وما هونش عليك تزعلني. سعاد تعالي يا حبيبتي. افندم يا بابا. تعالي يا عفيفه، انت جايه منين دلوقتي؟ انا جايه من انا عارف انت كنت بتزوري حسين مش كده؟ يا ست هانم انا ما عنديش ذنب، هو اللي وقعني وانا وقعت كده زي الجرذر. انا متاسفه يا بابا اللي خالفت اوامرك، لكن اعمل ايه؟ ما كنتش اقدر اثر ابدا في وجبي نحو جوزي. اوعي تكوني فاكره يا سعاد اني اكره حسين او اكره اني اشوفك تقومي بواجبك نحوه. انا كان كل غرضي اني ابعدك عن جو الحزن والالم، لكن الحمد لله اهانت. وما دام بتحب جوزك وجوزك بيحبك، هنيالكوا يا ستي، انا عاوز ايه اكتر من كوني اشوفك سعيده. سبحان من غير الاحوال، ما كنت قلت كده من الاول وفرت علينا المحاوره والمداوره. يعني انت تعيش من زعلان مني يا بابا؟ انا عمري ما ازعل منك ابدا، وعشان اثبتلك هروح انا ومامتك نستناه يوم خروجه عشان يحس ان احنا اهله واننا فرحانين بيه. يا حبيبي يا بابا، ربنا ما يحرمنيش منك لما اطلع بس يا ماما. اهو كده الاب خطوه الا فانا، وانا كمان بكره بنت. اسمع اسمع اسمع. انت عارف هو خارج يوم ايه بالظبط؟ طبعا عارف، يوم الخميس زي النهار. يوم الخميس. يا ده احنا اتاخرنا قوي. يلا يا ماما احنا نغير هدومنا. وانت هادي يا حبيبتي، لازم تمشي دلوقتي عشان تلحقي معاد الحفله بتاعتك. الله، انا مش عايزه اروح الحفل، انا عايزه اروح معاكم عشان اقابل بابا على المحل. وده اسمه كلام ده؟ تفوتي الحفله اللي هيوزعوا فيها الجوائز على المتفوقات وانت طالعه الاولى بتاعتهم؟ انا ما تهمنيش الحفله يا كده. انا اهم حاجة عندي اكون اول واحدة فيكم تشوف بابا وهو نازل من القصر. طب والخطبة اللي انت محضراها والناس اللي رايحين عشان يسمعوها نعملوا ايه؟ تبوظلهم البرنامج؟ لا ده ما يصحش. انت تروحي تحضري الحفلة وتقولي الخطبة بتاعتك وتجيب الجايزة، ولما بابا يجي ويشوف جايبة الجايزة معاكي ينبسط قوي. يلا حبيبتي يلا. وانا هروح بايه؟ انا هاخد العربية. لا اسماعيل يوصلك بالتاكسي لحد هناك ويرجعك. يلا يلا اسماعيل يلا عشان ما تاخروش. يلا حبيبتي. سعيد. سعيد يا حبيبتي، مع السلامة. الو؟ انا ابراهيم.
ابراهيم عبد السلام. اهلا بك. تقدري تنزلي حالا دلوقتي. احنا هنكون هناك بعد نص ساعة بالظبط. عاوزك توصلي قبلنا. مفهوم. الباقي زي ما اتفقنا. ميرسي. روح. الله يخرب بيتها. ده تعمل ايه وش نعمل ايه؟ واحنا يهمنا ايه؟ تنتهي لاي سبب. لا يا بابا دي لازم جايه عشان تقفل يا بنتي. بلاش سوء الظن ده، ممكن جايه تقابل حد ثاني. والله انا بشاور عقلي انزل ارقعها على واخد فيها ست اشهر واهو السجن قريب اهو، مش هنروح بعيد. حد ليه؟ واحنا نتعرف للناس ليه؟ هنشتغل بطاريه؟ دلوقتي يخرج ونعرف منه كل شيء؟ جيت عشان اعتذر لك واصلح غلطتي واكون في خدمتك يا حسين. شفتوا بقى الخاين اللي كنت محشوشه فيه؟ ما كانش نعاش انا باشمهندس. انا يا اخواتي هتجنن، مش مصدقه عليا. مفيش داعي للتسرع، دلوقتي نقابله ونعرف كل شيء. لا يا بابا مش عايزه اقابله، اطلع استعد. طولي بالك يا بنتي، هنطلع من غير ما نشوفه؟ مش عايزه اشوفه لقيته، اطلع استعد، مش عايزه اشوفه. خلاص اطلع استعد ويا حر. تأكد يا حسين ان بالي ما هديش طول المدة دي. انا كنت في اوروبا وكان ضميري بيأنبني لاني كنت السبب في اللي جرالك ده. يا ست اللي جرالي جرالي، خلاص مع السلامة. انا اسف اذا كنت ازعجتك، احب اوصلك. توصليني، كفاية كده. ارجوك. تاكسي. كان املي ان سعاد تكون اول انسان اشوفه وانا خارج من السجن. اندهشت لما لقيت سهير هي اللي مستنياني، وحسيت بانقباض وتشاؤم من ظهورها تاني. وفضلت واقف انتظر سعاد وانا قلقان، وفاتت ساعة وانا منتظر على احر من الجمر وبرضه سعاد ما جاتش. ولما يئست من انها تيجي وخفت لا يكون حصل لها او لنادية اي حاجة، فكرت اطير على البيت عشان اطمن عليها وعلى بنتي. سعاد حبيبتي سعاد، قد ايه انا كنت مشغول عليك عشان ما جيتيش تقابليني زي ما اتفقنا. قوليلي ايه اللي حصل، طمنيني. مفيش حاجة. يا سلام، قد ايه انا سعيد دلوقتي. دي اللحظة اللي كنت بتمناها من ست سنين. فين نادية؟ وفين عمي وتيزا؟ دول وحشيني قوي. ميرسي. انا مش مصدق عينيا، مش مصدق ان رجعت لبيتي ولبنتي ومراتي الحبيبة. تعرفي يا سعاد، انا بتهيألي المدة الطويلة اللي فاتت دي كانت حلم مزعج وصحيت منه. الحمد لله. الله، مالك يا سعاد؟ متغيره ليه؟ في حاجه مضايقاكي؟ مفيش. مفيش ازاي؟ دي مش عوايتك. انا مش متعود ان اسمع منك اللهجه دي ابدا. مش ممكن. بقى دي مقابله واحده بتحب جوزها ومستنيها بقى لها ست سنين. لازم في حاجه مخبيه عني. شوف يا حسين، انا شايفه ان حياتنا مع بعض لازم تنتهي. ايه الكلام ده يا سعاد؟ أنا متأسفة إذا كنت بقول لك الكلام ده في وقت زي ده، لكن لازم أكون صريحة معاك وما أخدعكش. أنت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ أنا ما بهزرش، ويمكن كلامي يألمك، لكن أنا مضطرة أقوله. عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول إني مصممة على إننا ننفصل، وكل واحد يشوف طريقه. ننفصل؟ أنت يا سعاد اللي بتقولي الكلام ده؟ مش معقول. أنت بتحبيني وبتغطي روحك. أنا فعلا كنت بحبك، كل شيء له نهاية، وحبي لك انتهى من زمان. مش معقول. لو كان الكلام ده حقيقي ما كنتش اهتميت بيا ست سنين وما قطعتيش ولا زيارة. انا كنت ممثل عليك، كنت حاسة اني مسؤولة على اللي حصل لك، فحبيت اريح ضميري واخفف عنك لحد ما تخرج من السجن. وده انت خرجت، واظني مفيش داعي بقى نستمر بالتمثيل كده يا سعاد. بقى كل ده كان تمثيل، وهان عليك حبي وسمحت لك نفسك انك تعيشيني بامل كذاب طول المده دي كلها. قولي لي يا سعاد ان الكلام ده مش حقيقي. قولي لي انك بتحبيني، طمنيني. انا جوزي وحبيبك. يا استاذ حسين، ما تاخذنيش اذا قلت لك ان اي واحده ست في الدنيا ما شرفهاش انها تكون زوجه لواحد خارج من السجن.
عندك حق، انا كنت لازم اعرف كده من نفسي. مع السلامة. انت طبعا قابلت سعاد وقالت لك عن رأيها، واظن انت مقدر ظروفها. ايوه انا منتظر منك دلوقتي موقف رجولة. الواجب يقضي عليك انك تعفيها من قيد الزوجية وتسيبوا بعض في هدوء من غير ما يصل الامر للقضاء. احنا مرضناش نلجأ للمحاكم ونطلب الطلاق وانت في السجن عشان ما نجرحكش، وانت عارف طبعا ان المحكمة كانت هتحكم في صفنا لعدم الاهلية. عندك حق. انا بدي اتكلم معاك كمان في موضوع مهم بصفتك والد يهمه مصلحة بنته. انت ما يرضكش طبعا ان نادية تكبر ويبقى معروف لها ولزميلتها ان ابوها من ارباب السواد. احنا طول الوقت كنا بنقول لها ان ابوها مسافر، واظن من المصلحة انها تعرف دلوقتي ان ابوها مات. فعلا انا مت. انا متشكر انك قدرت صورتي كلها وكنت عند حسن ظننا. بكرة الصبح هتوصلك ورقة الطلاق. متشكر، مع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا باشمهندس، انت اللي على سلامتك. ايش حال وجات؟ ازيك يا عم بشير؟ ازيك انت قلبي عندك؟ يا سلام، والله العظيم انت كنت وحشتنا خالص خالص خالص. الدنيا كان مظلم من غيرك يا شير. يا سلام يا جدعان، صحيح مسير الوشوش تتقابل. طيبون سلامات. الله يسلمك. قول لي يا عم بشير، الاستاذ عزت موجود فوق؟ لا والله، الاستاذ عزت مسافر بقاله 3 ايام، وافتكر راح يرجع الليله. مسافر؟ طيب انا حفوت عليه بالليل وعلى الله يكون رجع. سلام عليكم. طيب ما تتفضل نعمل لك واحد شاي. متشكر يا عم بشير. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لسه الاستاذ عزت ما رجعش من السفر يا استاذ حسين. وبعدين ده اتاخر قوي. انا كنت عاوزه ضروري. طب اعمل ايه دلوقتي؟ شوف يا استاذ حسين، انا ضميري مش مريحني اني اكذب عليك اكتر من كده. انت راجل طيب
7 ايام دلوقتي وانا مدوخك وبنقول لك ما رجعش من سيدي من السفر، ما رجعش من السفر وهو في الحقيقة رجع من اول ليلة. طب وايه الداعي تقول لي كده يا عم بشير؟ ايوه قلت لي ايه الداعي؟ انا قلت له ان حضرتك جيت وسألت عليه. يعرف رد عليا وقال لي ايه؟ قال لي مش عاوز نقابله، لما يجي هنا يبقى وزعه. عزت عزت هو اللي قالك الكلام ده؟ ما تزعلش يا استاذ حسين، يا حال الدنيا ولا فيش حد في الزمن ده بيعرف اخوه. والله انا قلبي بيتقطع علشانك، ولكن انت عارف اللي بيحصل له حاجه زي اللي حصل لك ده كل الناس بتهرب منه. شد حيلك يا استاذ حسين، ربنا معك. زي اللي حصل لك ده كل الناس بتهرب منه. شد حيلك يا استاذ حسين، ربنا معك. وفاتت عليا شهور طويله اسيت فيها المر، واتحرمت حتى من اني اسمع اي خبر يطمني على ناديه بنتي. وفي يوم من الايام اتفاجئت بالاستعبد قدامي. باشمهندس، ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا استعبد، وحشني قوي. ازيك؟ وازاي ناديه؟ مبسوطة بتسأل عني؟ كلهم بيسألوا عنك. شمعنى يعني؟ ما سألتنيش امال على الست سعاد؟ مفيش داعي يا استاذ عبدو تجيب سيرة سعاد دلوقتي. أنا عارف إنك أنت واخد على خاطرك منها أوي، لكن بشرفي لو عرفت الحقيقة هتعذرها. تعالى تعالى اقعد اشرب معايا فنجان قهوة وأنا أحكي لك على كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. تعالى اتفضل. أهلا وسهلا. ما تحاولش يا استاذ عبدو تفهم إنها لسه بتحبني، وإنها كانت معذورة في كل اللي عملته. أنا كنت مستعد أسامحها على أي غلطة عملتها، إلا إنها بتستعر من جوزها عشان دخل السجن في تهمة هو بريء منها. أنا خلاص فقدت الأمل فيها. والله أنا قصدي الخير لكم أنتوا الاتنين. كتر خيرك يا صاحبي على شغلك الطيب ده. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا ابني ده نظام الشغل عندنا في الشركة، ما نقدرش نقبل واحد إلا إذا جاب صحيفة السوابق. أنا متأسف يا ابني. متشكر. وعملت المستحيل عشان ألاقي شغل، لكن مفيش فايدة. كانت صحيفة السوادق بتطاردني في كل حتة، وبتقفل كل باب يتفتح في وشي. واخيرا اضطريت ان انام في الشوارع على الارصفة واكل من فضلات الناس لحد ما بقيت انسان يائس. وفقدت ثقتي بكل شيء، بنفسي وبالناس وبربنا كمان. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تكفرش يا حسين، ما تفقدش الامل في ربنا. ربنا يا ابني عذابه كبير لكن رحمته اكبر. وانا متهيألي اننا اتقابلنا الليلة لحكمة، انت علشان تنقذ حياتي وانا علشان انقذك من اليأس. انا هساعدك يا ابني وربنا يوفقني، بس اللي اطلبه منك انك تغير نظرتك للحياة وتنسى الماضي وتبتدي من جديد. من بكرة هتشتغل عندي في الشركة مهندس زي ما كنت، وامل كبير ان ثقتي ونظرتي فيك يكونوا في محلهم. وادي مبلغ بسيط تحت حساب مرتبك علشان توضب امورك، والليله انت ضيفي. اشكرك. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. للأراضي والبنات
الشرقية للمهندس حسين فهمي إلى وظيفة كبير مهندس الشركة، ولا شك إنه غدير بهذه الثقة التي وضعها في مجلس الإدارة. ينظر فيك يا باشمهندس. أهو كده لما أطلع بقى إيه أبلغ الست سعاد. أنت قد إيه إنه ترجع الماية مجاريها من بكرة في باب السماء؟ والله كانت أيام لذيذة. تعال هنا افندم. ايه اللي وقعت ده؟ مش تفتح؟ حاضر يا فندم. وبتجري مسروع كده ليه؟ ما مسروعش يا فندم. وايه المخبيه ورا ظهرك ده؟ ده جورنال يا فندم. مخبيه ليه؟ مش مخبيه يا فندم. وريني وريني. فهمت كنت بتجري ليه؟ عشان توريه لسعاد مش كده؟ يا فندم انا يا فندم انا عارفك طول عمرك حشري. عاوز تعمل نفسك حمامة سلام بالقوة من غير ما حد يكلفك. واحنا في بينا وبين بعض تكليف يا فندم. بقى شوف هنا. إذا عرفت إن سعاد بلغها الكلام اللي مكتوب هنا، ده كان هيكون آخر يوم في عمرك. طب افرض إنها عرفته من بره. ماليش دعوة، أنت مسؤول. أفندم يا بابا، حضرتك عاوزني؟ أيوة يا سعاد. اطلع أنت يا سعاد واقفل الباب وراك. حاضر. مش هخرج أنا من هنا وحضرتك تقول لها من هنا وأبقى أنا مسؤول. روح بلاش كلام فارغ. تعالي اقعد يا بنتي. أنت ما ردتيش عليا يا سعاد. ما قلتليش ايه رايك في الموضوع اياه. قلتيلي سيبني افكر وديك بقالك دلوقتي شهر بتفكري. اظن كفايه تفكير بقى. لازم تقرري. المساله طالت والراجل قلقان في اسكندريه وكل يوم بيضرب تليفون. يا بابا انا زي ما قلت لحضرتك لسه ما عنديش استعداد للجواز. انا عايزه اهتم ببنتي، مش عايزه اجيب لها اب تاني. يعني ايه؟ تدفني نفسك بالحياه وانت لسه في عز شبابك؟ ما يهمنيش في سبيل سعادتك. لكن انا يهمني، يهمني انك انت تكوني سعيده. ثم تعالي هنا نتشاور سوا. انت منتظره ايه؟ انت دلوقتي بقالك سنه متطلقه وتقريبا ست سنين قبل كده شبه متطلقه. منتظره ان حسين يرجع لك ولا انت ترجعي له؟ لا. امال مستنيه ايه؟ كل العرسان اللي تقدموا لك رفضتيهم ولا طوعتك على قد عقلك لانهم ما كانوش 100%. انما محمود ده عيبه ايه؟ راجل ممتاز من عيله كويسه ثم يملك حوالي ربع مليون جنيه. عاوز نضيعه من ايدينا؟ يا بابا الحكاية مش حكاية فلوس ولا غنى. هو الحكاية ايه بس؟ حب. الحب ده ما جربنا بختنا فيه وما نفعش ونسيناه من زمان. يا حبيبتي اذا كنت باقي على حسين وفاهمة انه باقي عليكي تبقي غلطانة. حسين اذا كان صاحبي يحبك ولا بيفكر فيكي ما كانش قاعد سنة لا سأل عنك ولا عن بنته. كان حاول على الاقل يشوفك. ما كانش بعت ورقة الطلاق. ده ما صدق انك طلبت الطلاق. زي ما يكون بيقول بركة يا جامع. وتلاقيه دلوقتي داير هايس مع الرقاصة صاحبته. إذا كان ده ما رعاش شعورك وأنت متجوزاه وعلى ذمته. هراعي شعورك وأنت بعيدة عنه؟ لا يا بنتي لا. حكمي عقلك وشوفي مصلحتك فين. والله يا بابا أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة، توافقي. أنا أبوكي وأعرف مصلحتك. أنا النهاردة إديت موافقة لمحمود بالتليفون وبكرة الصبح هتوصلي في الشقة. وحددنا الدخلة في اسكندرية أول الشهر. كده يا بابا؟ وأعمل إيه في نادي؟ أقول لها إيه دلوقتي؟ اقول لها ان انا هتجوز واحد وانا على ذمة ابوك اللي مسافر. وانا مش حاولت 100 مرة اقنعك انه من المصلحة نفهمها انه مات. لا يا بابا مستحيل ابدا. دي لو عرفت كده تموت نفسها. دي بتحبه ومتعلقة بيه اكتر ما بتحبني انا. انا ما اقدرش اضيع بنتي عشان مصلحتي. ما اقدرش. طيب بلاش بلاش بلاش، في حل تاني. احنا نجيبها هنا ونفهمها بلباقة انه هيغيب في السفر مدة طويلة وعشان كده لازم يحصل انفصال بينك وبينه وتجوزي واحد تاني. انا ما اقدرش اقول لها كده. سيبي المساله دي عليا انا. هي فين دلوقتي؟ بتذاكر في البرامج. تعالي روح لها سوا. تعالي يلا. بتذاكري في ايه يا حبيبتي؟ تاريخ ولا جغرافيا؟ لا يا جدي تربيه وطنيه. انا عاوزك السنه دي تطلعي الاولى زي السنه اللي فاتت ولا قبلها؟ ان شاء الله. تعالي تعالي يا امور جدك، انا عاوز اتفاهم معاكي في موضوع مهم. موضوع ايه يا جدي؟ اذن هتقولي موضوع الانشا بتاع اول امبارح. لا 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 انشا ايه؟ ده موضوع يهمك انت شخصيا. انت دلوقتي كبرتي وتفهمي كل حاجه. طبعا يا جدي. وطبعا تهمك مصلحه ماما وانك تشوفيها سعيده. طبعا انا ما يهمنيش في الدنيا دي غير سعاده ماما وسعاده بابا كمان. بس بابا دلوقتي بقاله 7 سنين غايب ومنتظر كمان يقعد مده طويله. بتقول ايه يا جدي؟ طولي بالك بس. وماما طبعا ما يصحش تقعد كده، جوزها بعيد عنها، لا محصله المتجوزه ولا اللي مش متجوزه، عشان كده شفنا من المصلحه انهم ينفصلوا عن بعض عشان تقدر ماما تتجوز واحد تاني. تتجوز واحد تاني؟ ازاي؟
يعني ايه تتجوز واحد تاني؟ تتجوز واحد غير بابا؟ مستحيل. وانت يا بابا تكذب كده؟ يقول عليك بابا وهو مسافر وقعد لوحده، تعمل ايه كده؟ اتكلمي ازاي؟ وانت يا منى سمع الكلام ده اللي بيقوله جدي وسجنه. الله، انتوا ساكتين ليه؟ قولولي اذا كان بابا جرى حاجه ومخبيين عني. انا حرام الناس. لا يا حبيبتي، بابا بخير وكويس، لكن جدك شاف ان المصلحه كده. وانت بابا، انت مش امي ولا بعرف جيس ولا اعرفش منى ولا اعرف جوزك النمر. الدنيا عنوان بابا وانا راحت. انا بتاعتها ايوه يا باشمهندس، انا عبد السواق بتاعكم القديم، الست نادر انت حضرتك صدمها قطنديل وجبناها المستشفى. تاني مستشفى؟ طيب انا جاي حالك. فين يا باشمهندس؟ بيت اتعورت ولا راح اشوفها ان شاء الله تكون بسيطه. على فكره قول للطبع الرحمن انا مش هحضر اجتماع بس النهارده. طب انا بضمنك عليها يا باشمهندس. ارجوك يا امي ماضي خدي بالك منها. حاضر يا هندي، ما تكونش عندك اي تفكير. ناديه يا بنتي طمنيني يا مدموزيل، ايه اللي حصل؟ انا ابوها يا فندم. مفيش اي حاجه، جرح بسيط اتضرب بالراس. ناديه، ناديه حبيبتي، ناديه انا ابوك يا ناديه. متاكد من الكلام ده؟ طيب متشكر. سلام عليك. خير يا صاحبي؟ خير. نادي حصل لها حاجه؟ لا ابدا، دي بخير. الله، مخضوض ليه؟ انا لسه كنت بسال عليها بالتليفون، قالوا نقلوها البيت. مجانين دول ينقلوها قبل ما تتم علاجها، هم عايزين يضيعوا البنت. ما يضيعهاش ولا حاجه، الدكاتره صرحوا لها بالخروج وقالوا انها عندها شويه توهان وهيروحوا منها بعد مده بسيطه. قلت ايه اللي جابك دلوقتي؟ قلت لي ايه؟ بقى شوف يا سيدي، انا جاي اسالك بسؤال وعاوزك تجاوبني عليه بصراحه. اتفضل اسال. هات سيجاره قبل احسن خرمان. اتفضل يا سيدي، هات السيجاره. ايه يزيد فضلك؟ اولا قول والله العظيم اقول الحق. حق حق ايه؟ ما تحبش الحق. حق فتحه حق اسكن اق. الله، ما تحلف. والله العظيم اقول الحق. سين، انت لسه لحد دلوقتي بتحب ست سعاد ولا لا؟ وايه لزوم السؤال دلوقتي يا استاذ عبده؟ لا ده ليه لزوم قوي، ثم انت حلفت. اتفضل قول. والله احنا فعلا كنا بنحب بعض. ولا زلتم؟ وكنا اخلص اتنين في الوجود. ولا زلتم؟ وكان السعاد عندي اعز من نفسي. ولا زلتم؟ لكن هي اللي هدمت سعادتنا وخلتنا نفتري عن بعض. اهدي بقى حلو اللي وانا نزلت وماش. انا مش فاهم انت عايز تقول ايه يا استاذ عبده. قلت لي عاوز اقول ايه يا حلو؟ عاوز اقول ان كلمه نفتري دي لازم تتمسح حالا بالاستيكه، ولازم تصطلحوا وترجعوا لبعض وكل واحد ينسى اللي فات. عايزني انسى يا استاذ عبده انها احتقرتني وجرحت كرامتي واتبرت مني؟ ده مش ممكن. يا اخي انت عارف ان دي واحده ست، والستات دول هم على راي المثل. الواحد مش عاوز يقول لاحسن يزعله، وخصوصا الست سعاد مذهبها الغير، وهي شافتك بعينها وانت مع البيت الرقاصه وهي بتحضنها. انت مسالتني قبل كده وفهمتك اني ماليش ذنب. افرض انه كان كذب ولا ست، لكن اهي شافتك بعينها، مش عاوزها تتجنن؟ انت لازم يكون عقلك اكبر من عقلها وصدرك اوسع من صدرها. اسمع، انت لازم تروح تصالحها وتقول لها كده كلمتين حلوين. ازاي ده؟ هو المفروض ان الست تغلط في حق جوزها وعلى الراجل يدوس على كرامته ويقول لها انا غلطان، اعملي معروف سامحيني؟ ايه الاوضاع المقلوبه دي؟ هي مقلوبه، مقلوبة صحيح، انما بين الراجل والست بتاعته اللي بيحبها مفيش تكليف. مفيش تكليف، دي بقى تروح تقولها لها هي. اذا كانت صحيح مهتمه بجوزها ويهمها انها ترجع له، تيجي تتنازل شويه عن كبريائها وتعتذر عن غلطتها، وساعتها اقدر اقول لها اهلا وسهلا، لكن من غير كده مفيش طريقه تانية. اعوذ بالله، ده انا وقعت من انشط فصيل في الدنيا، لكن ودين وحياه ده ما انا راجع الا ما ارجعكم لبعض تاني. سلام عليكم. انت كنت فين يا استاذ عبده؟ الست سعاد سالت عليك كم مره، واخر ما اتضايقت بعتت لي جيت تاكسي. انا كنت بدور على مصلحتها. انت عامل زي كداب الزفه، لا انت جايب ولا مودي، وبس تعب نفسك على الفاضي. لا وحياه عينيك الحلوين دول، على المليان مش على الفاضي. اما انا حرقه حالك حته دين كدبه، هخليها تشعوض وتقول حق برقبتي. انا عاوز حسين. هتقولي حسين؟ طب ما تقولي هتكذب تقول ايه وانا اوضب معاه. لا خلاص انا وضبت، ودلوقتي هتشوف ازاي بقى. هتفلفل وتقول لي خشوا يا عبدو، وديني يا عبدو، هاتوا يا عبدو، والنبي يا عبدو. ايه الدلع بتاعك ده يا استاذ عبدو؟ ساعه دلوقتي
دلوقتي وانا مستنياك. كنت فين؟ ما كنتش بلعب استهاني، انا كنت في شغل يهمك انت اكتر ما يهمني انا. انا شايف انك حضيع الراجل ده من ايدي، الراجل السكره اللي يساوي تقله دهب، اللي مش هتقدري تعوضيه ابدا. انت بتهمس تقول ايه؟ راجل مين؟ هو في راجل غيره؟ الاستاذ حسين الباش مهندس اللي على سن ورمح. اه خلاص يا ست، بعد ما قطع العشم فيكي راح يخطب واحده قمر. يخطب؟ طب وانا مالي؟ يهمني ايه كده؟ ما يخطب ولا ينفلق. طب والله العظيم ثلاثه انت غيره وبتحبيه اكتر من الاول كده ولا لا؟ عيب يا استاذ عبدو، ما يصحش تقولي كده. انا دلوقتي مخطوبه لواحد تاني. مش معقول، ما صدقش. انا متاكد ان الخطوبه دي شويه كلام فارغ وشويه عند ومش ممكن هتتم. كلام فارغ يعني ايه؟ ما تمت خلاص واتفقنا مع العريس على كل حاجه. وده عريس ده العجر المكعبر السكن ده هند نص عمر اللي مش عارف ايه. طب ده دبر الاستاذ حسين ب 10 زي دي ان تحيا يا استاذ. وانا ما اسمحلكش ابدا تتكلم بالشكل ده عن واحد هيكون جوزي. التاكسي وصل يا فندم. الله، وهز امه بس التاكسي ما طلع العربيه حالا. مش عايز العربيه ولا عايز اركب معاك ولا عايز اشوف خلقتك. الله 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 الله. يا اخويا ده انا هي درجتك حالها عملت طيب لكن وجيني وحياة ده ما انا راجع عنهم الا ما رجعهم لبعض تاني. اسمح لي يا باشمهندس، خلاص انا مش طايق مش طايق مش طايق. مش طايق ايه يا استاذ عبد؟ المصيبه اللي هتحصل وانت ساكت. مصيبه؟ مصيبة ايه لا سمح الله؟ الست الزعان خلاص هتتجوز وانت بسكتك ده انت اللي وصلت المساله لحد كده. عجيبه. طب عاوز نعمل ايه؟ تعمل ايه؟ عاوزك تحوشها، عاوزك تكسر الدنيا، عاوزك تمنعها من غلطه فظيعه زي دي هتحرمكم من بعض انتوا الاثنين. انت بتقولي الكلام ده ازاي يا صاحبي؟ عايزني افكر ارجعها بعد ما ابني تتجوز راجل تاني؟ عايزني اروح ابوس الايادي واركح تحت رجليها واقول لها والنبي ترجعي لي؟ ده مستحيل مستحيل. وتقبل ان بنتك تفضل محرومه من ابوها وانت روحها وحياتها؟ دي كانت هتروح بشربه ميه بسببك. ازاي؟ يتوه بس ما سمعت ان مامتها هتتجوز واحد تاني ما بقتش تقعد في البيت، خرجت تصرخ في الشارع وتقول بابا بابا لحد ما تضمها الاوتومبيل. مين قال لك يا استاذ عبد ان نادي هتحرم مني وانها هتعيش مع راجل يربيها وانا عايش؟ ناديه بنته من حقي وهاخدها بالذوق ولا بالقوه. الو مين يا فندم؟ اي خدمه يا استاذ حسين؟ بقى كده. شوف يا استاذ حسين، مفيش داعي للتهديد، انت حر تلجا للمحاكم بالطريقه اللي تعجبك، احنا ما يهمناش. البنت بنتنا واحنا اللي مربينها ومن حقنا ومش هنفرط فيها. لكن احب اقول لك حاجه، إذا أنت لجأت للمحاكم إحنا مش هنسكت وهنضطر لتجريحك وذكر ماضيك، وأظن ده مش من مصلحتك. مع السلامة يا أستاذ حسين. اتفضل يا ستي، اللي اتجرأ دلوقتي يطلب بنته. يطلب بنته؟ وبأي حق يسمح لنفسه إنه يحرمني من بنتي؟ ولا يكون عندك فكرة، ده نجوم السبع يا رب. ده إنسان ما عندوش قلب ولا ضمير. عشان تبقي تصدقي كلامي، مش هو ده اللي كنت بترفضي تتجوزي محمود علشانه؟ وقاعدة مطوحي في ميعاد كتب الكتاب وكأن الخطوبة دخان في الهواء؟ ما تظنش يا بابا. حسين انتهى من قلبي ومن حياتي الى الابد. يعني افهم من كده انك ما عندكيش مانع ان احدد معاك كتب الكتاب؟ ما عنديش اي مانع، حددوا وقت ما تحب ان شاء الله من بكره. انا فرحان دلوقتي انك فهمتي مصلحتك فين. مبروك يا بنتي. ربنا يخليك ليا. انا هتصل حالا بمحمود ابشره انك وافقتي واننا هنتمم كتب الكتاب في بيت خالتك هناك في اسكندريه يوم الخميس الجاي. واحنا بقى نسافر من بكره نحصل والدتك عشان نتمم كل شيء. الو؟ ترانك؟ ايوه يا مدموزيل. يا ستار صلي يا ستار. حاضر. كل الاسعاف ودي بشاره النيابه الجديده. حضرتك وانتم طلعوهم اهم عشان نعمل لهم الاسعافات اللي تلاتة.
ايه انت اتوقفت على العربية دي؟ ايوه فهند، بس احنا مالناش دخل في الموضوع. معلش ما تخافش، تجرين ده الركاب بتوعك عشان ناخد اطفالهم بصفاتهم في ود الحادث. يلا حضر يا فهند. حد مات يا استعدوا؟ لا اتعوروا بس الحمد لله. طب يلا بينا بقى. لا ده حضرت الكونستابل عاوز حضرتكم عشان ياخد شهادتكم في المحضر. وده عبرت ايه بقى؟ يلا بينا. لا ده عاوز حضرتك انت والست. الامر لله. تعالي خليك انت يا نادي. ما تخافيش يا نادي ما تخافيش. والله ممكن تحط عدة شاشة تحت الأذن؟ حاضر. أقدر أساعدكم؟ تفضل يا فندم. ميرسي. علشان ما أعطلكوش، اسم حضرتك إيه؟ لا ما تمشيش، ارجوك تسمعيني. احنا مستعجلين من فضلك، ما عندناش وقت. يلا يا سعاد. ما تسمعيش كلام، انا هتكلم في مصلحة. حاجة غريبة صحيح، شيء عجيب. استنى بس يا بابا ما نشوف عايزة تقول ايه. حسين جوزك بريء من كل التهم اللي اتمسكته، نكحت شكري انا اللي قتلته، وعمري ما كان في بيني وبينه اي علاقة. والمقابلة اللي شفتيه يوم خروجه من السجن كان تمثيل مدبر. ابوك يدفع لي ثمنه. سامحني سامحني يا بابا. كده يا بابا، وانت اللي بتدعي انك بتتكلم في مصلحتي. حسين عمل فيك ايه عشان تعمل فيك كده؟ مش حرام عليك؟ حسين انتهى من حياتنا خلاص يا سعاد. لا يا بابا، حسين ما انتهاش، ومش ممكن هينتهي من قلبه من حياتي. انا بحبه يا بابا، وحضر طول عمري احبه، وهرجع له. هيحتقرك، مش هيقبلك. ما يهمنيش، هرجع تحت رجليه وهستسمحه، وهقول له اني خدام عندك عشان خاطر بنت. يلا يا سعد، انا هرجع على مصر حالي. ابتدى ست هانم يلا تديك. عدو، استنى عدو، استنى يا سعد. مفيش حاجة اسمها مصر. احنا مسافرين اسكندريه. مش ممكن اروح اسكندريه. ارجع. مش هرجع. اقول لك ارجع. مش ممكن، مش ممكن ارجع. حركتك بالقوه كده. انا هموت. ايه يا بنتي ده؟ انت كنت هتضيعي نفسك. اهون عليا اني اموت ولا انحرمت من حزين. انت جبتوني ليه؟ انت جبتوني هنا ليه؟ انا عايزه اروح لبابا. انا مش عايزه اقعد معاك. ما دام عايزه تتجوزي ماما. ماما يا حبيبتي مش هتتجوز غير ماما. هنروح له حالا. اركب دور استعطوا على مصر. الاول سلام يا باشمهندس. والله هتوحشنا كتير قوي. متشكر، مع السلامه. تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا عم صالح. شد حيلك يا استعاي، فاضل 3 4 ساعه على ميعاد الطياره. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا خالد. بس انت عارف يا استعبد احنا ايه فين؟ طبعا عارف، الشركه اللي هو بيشتغل فيها. طب انا رحت له هناك 100 مره. وده من ايه هناك دلوقتي؟ ان شاء الله هنلاقيه دلوقتي، ده انا قاعد مكتبه دلوقتي اهو. يا حبيبي يا بابا وحشتني قوي. بسرعه بسرعه يا استعبد ارجوك. ما تخافيش ما تخافيش، اهو اهو طاير انا. قول يا ريس،
فضلك الاستاذ حسين باش مهندس ده موجود فوق؟ ده لسه ماشي على مطار القاهره بقاله تلت ساعه. ليه هو مسافر؟ ايوه يا ست هاني مسافر اوروبا في الطياره. اوروبا؟ وما تعرفش الطياره هتقوم الساعه كام؟ الساعه 4. الساعه 4؟ يا خبر ده بقى تلت ساعه وهنعمل ايه دلوقتي يا استاذ عبد؟ ما تخافيش هنحصله باذن الله وربنا معانا. تعالى اتفضل. ما تخافيش حالك. انت اللي وحشني قوي يا بابا. حسين سامحني يا حسين.